الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاول نشرح فيه واحد المشروع مهم ومهم جدا. باش الواحد فينا يكون أب أو اللي يكون أم ماشي سهلة. باش تكون أب ولا أم هذه نعمة كبيرة، ولكن في نفس الوقت هذه أمانة وهذه مسؤولية. كثير من الأسر مع الأسف الشديد كتعيش واحد الصراع واحد الاضطراب بسبب أننا ما تكونناش باش نكون أباء وما تكونناش باش نكون أمهات. جات الآن فرصة اللي فتحناها لكم باش تكونوا كأباء وكأمهات. شنو الهدف من هذا الانخراط اللي غادي ديروه معنا من هذه الفرصة اللي كنتكلموا لكم عليها؟ الهدف منها هو أن وليداتنا نقدروا نربيوهم بواحد الطريقة إيجابية باش يكونوا أولا مرضيين معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، يكونوا سهلين لينين كيسمعوا الهضرة، وهذا مطلوب ديال كثير من الآباء. المسألة الثانية بغيناهم يكونوا متميزين في الدراسة ديالهم، بمعنى يكونوا كيقراو كيعطيو وقت محدد لقرايتهم، ماشي حياتهم غير لعب، ماشي حياتهم غير ضحك، ماشي حياتهم غير أمور تافهة. كذلك بغينا وليداتنا يكونوا يسمعوا لينا، ولكن بغينا تكون عندهم شخصية قوية، بغينا تكون عندهم شخصية متوازنة، ماشي خجول حشمان خواف. هذا أيضا غادي يتعدد بزاف ولدي ولا بنتي إلا كان في هذا المستوى، يمكن أنا صرح ليا دابا، ولكن في المستقبل غادي يتعدد بزاف وما يقدرش يسير الحياة بطريقة متزنة. هذا الانخراط غادي ان شاء الله تبارك وتعالى نرصد لكم فيه 3 ديال الرسائل كل اسبوع. غادي نحاول نكونكم خلال عام باذن الله تبارك وتعالى باش تعيشوا مرتاحين انتما ووليداتكم، باش ما تكونش ديك العلاقه ديال التوتر، لان الانسان الى ما صدقوش الوليدات خسر ليه المشروع الحياه كلها. عدد ديال الناس عندهم امكانيات ماديه كبيره، ولكن اللي جا عليه شي ولد الله تعالى السلامة لينا ولكم راه كتصبح الحياة عنده مرة، كتصبح عنده الحياة قاسية جدا جدا. فاحنا ان شاء الله خلال عام غادي نتابعكم ونواصلوا معكم على حسب السن ديال الوليدات ديالكم. غادي كذلك نستقبلوا واحد 3 حتى 4 المشاكل الكبيرة عندكم في العام اللي يمكننا نجاوبكم عليها ونعالجوكم عليها. احنا اللي مهم عندنا اذا سمعتوا النصائح ديالنا عام بحرا غادي يولي الواحد فينا اب ايجابي او ام ايجابيه، وغادي نذكركم دائما بواحد العدد ديال القواعد المتميزه والنافعه. وهذا من خلال تجربتنا في الاستشارات اللي زيد من 20 سنه، من خلال تجربتنا كاين بعض التقنيات البسيطه والسهله وكتلقى النتيجه ديالها في الحين باذن الله تبارك وتعالى. وكثير من العائلات اللي عرفناهم كانوا عايشين في حاله ديال الجحيم، ومن بعد نهار اللي تعلموا وعرفوا كيفاش ياخذوا وليداتهم ارتاحوا وريحوا حتى وليداتهم. فحنا الغرض ديالنا من المشروع ما نعذبوهم انتوما، ما نخليو وليداتكم كيتعذبوا، ما تشكيو انتوما من ولادكم، ما ولادكم يتشكوا منكم، الكل يعيش في واحد الراحه وفي واحد الطمانينه بحول الله تبارك وتعالى. فما عليكم الا تابعوا التعليمات اللي غادي نوضحوا لكم فيها كيفاش يمكن لكم تنخرطوا معنا في هذا المشروع ديال السعاده الاسريه. اذا هذا انخراط سنوي اي مده عام كامله. المبلغ ديال هذا الانخراط هو 600 درهم للسنه. طبعا غادي تستافدوا بثلاثه الرسائل كل أسبوع من طرف الخبير في الكوتشينغ الدراسي والاستشارات الأسرية والنفسية الكاتب والإعلامي البروفيسور عبد المجيد لوكيلي. طريقة الانخراط بسيطة جدا، رسلوا لنا المعلومات الآتية على الواتساب: الاسم الكامل والمهنة، اسم الزوج والمهنة، إذا كانت حالة طلاق أو ترمل تكتبوها هنا، ثم المدينة، والمهم الاسم ديال الأبناء والسن ديالهم والمستوى الدراسي إلا كانوا كيقراو بطبيعة الحال. رسلوا هاد المعلومات كاملة مكتوبين على الواتساب
لما توصل بالمعلومات ديالكم غادي نأكدوا لكم بأننا توصلنا بها ونرسلوا لكم جوج رسائل نموذجية ديال الأستاذ الوكيلي على رقم الواتساب ديالكم، وغادي نتواصلوا معكم بالأرقام ديال مركز النجاح اللي غادي تبان عندكم. ومن بعد رسلوا لنا المبلغ المذكور أي 600 درهم على الحساب البنكي اللي غادي يظهر على الفيديو أو عن طريق وفا كاش أو كاش بلوس، وهكذا غادي تنطلق الاستفادة ديالكم بشكل منتظم بحول الله.